السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي اننا نحط صورة في صفحة الويب بتاعتنا. حابب ان انا انبه على حاجة معينة، لما كنت بعمل الكورس ده عملته باسلوبي، فانا بتدرج معاكم بشكل معين، ففي ناس كتيرة ممكن تقول ان في حاجات ناقصة، لكن الحقيقة ان في حاجات هتتشرح في المستقبل. انا حبيت ان انا اشرح حاجات قبل حاجات علشان محدش يتوه مني او يحس ان في حاجة غريبة عليه. طيب النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نحط صورة في صفحة الويب بتاعتنا. اول حاجة هعملها ان انا هجيب صورة ليا، انا جبت صورة فعلا، وهحطها في الملف اللي فيه، هحطها في الفولدر اللي فيه الملف بتاعي ده، ملف الهوم دوت اتش تي ام ال. جنبيه على طول هحط الصورة بتاعتي. الصورة بتاعتي اسمها مصطفى دوت بي ان جي كابيتال، انا هحطها زي ما هي بالظبط. طيب ازاي احط الصورة؟ هنا لما جينا حطينا ال H1، عملنا H1 جواه التكست، بعد كده قفلنا ال H1. هل تعتقد مثلا ان الصورة ممكن نحط image، او ماشي خلينا نقول image، وبعد كده نحط اسم الصورة هنا مثلا، وبعد كده نقفل ال image؟ لا، هي ما بتمشيش كده بصراحة. ال image من الحاجات اللي هي ليها opening tag زي كده، لكن ملهاش closing زي كده، هي بس حاجة واحدة، يعني هي بس زي كده. الايمج بتتكتب ازاي، او علشان اجيب صوره بكتبها ازاي؟ بعمل كده، بكتب ايمج بس. انت كده خلاص انت عملتها. لكن هنا في مشكله. المشكله دي ان طيب دي الايمج، ايه بقى الصوره اللي هتتعرض؟ هنا في معلومه ناقصه. يعني هنا خلاص الايمج كاليمنت جاهز، ما قصرش معانا في حاجه، جاهز ان هو يشتغل. فين بقى الصوره؟ هنا بنتعلم حاجه اسمها اتريبيوت. الاتريبيوت ان احنا بنقدم للاليمنت ده معلومه هو محتاجها. طيب الايمج هنا محتاج يعرف الصوره، فعنده اتريبيوت اسمه سورس. اتريبيوت اسمه سورس. الاتريبيوت ده عباره عن كي، حاجه بنسميها كي وفاليو. الكي بيكون اسم الاتريبيوت اللي هو سورس، اللي هو انت هنا بقى هتقول له فين الصوره. الفاليو اللي هي الصوره نفسها، يعني خلينا نقول زي ويتس مثلا 10، ويت هي الكي، 10 هي الفاليو. انت هنا بتقدم معلومات للصوره. طيب بتتكتب ازاي؟ بقول له سورس بتساوي، وبعد كده هو على طول حط لي دول، لكن دول بيتعملوا من شيفت. هنا عندي حرف الطاء، ممكن تعملهم سنجل او دبل عادي مفيش مشكله. هو هنا برضو جاب لي الصوره، لكن انا عايز اكتبها بايدي علشان يعني نتعلم ان احنا نعملها ازاي مع بعض. فانا هكتب هنا مصطفى دوت بي ان جي. كده الموضوع بيتم ازاي؟ بكتب اتريبيوت اسمه بكتب element اسمه image، اتريبيوت اسمه source، بيكون فيه اسم الصوره. لازم 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 تتاكد ان الصوره جنب ملف ال HTML بتاعك، ودي حاجه هنتكلم عليها كمان شويه. طيب خلينا نشوف الصوره هتظهر ولا لا. ريلود بالشكل ده، الصوره ظهرت لكنها كبيره جدا 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 جدا. عندي كمان اتنين اتريبيوت هنتعلمهم مع بعض النهارده. هو واحد اسمه ويت بالشكل ده، هديله قيمه وليكن 100 مثلا. واحد اسمه هايت، هديله هو كمان قيمه وليكن 100. خلينا هنا نعمل ريلود بالشكل ده. ده كده 100 بكسل في 100 بكسل. هي الصوره مثلا عشان تتعرض بشكل كويس ممكن نخليها 300 في 300 بالشكل ده. طبعا هي محتاجه تظبيطات شويه، لكن هي الفكره نفسها ان احنا قدرنا ان احنا نعرض صوره. كده اتعلمنا ايه هو الايمج، ازاي نعرض صوره، وايه هو الاتريبيوت، وتعلمنا ثلاثة اتريبيوت: السورس والويت والهايت. في الفيديو الجاي هنتكلم عن لو الصوره جوه فولدر او لو الصوره بره عن الفولدر. يعني الصوره بتاعتي دلوقتي موجوده في الفولدر اهو، خليني خدتها هنا خالص ورحت على الديسكتوب وحطيتها. ماشي، لو رحت عملت ريلود كل سنة وانت طيب، الصورة مش موجودة. ده كان فيديو النهاردة، اشوفكوا الفيديو الجاي ان شاء الله.